السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على الثمان الاكملان على خير خلق الله واله وصحبه ومن والاه وبعد. ونحن لسبع بقين من شهر جماد الاخر لعام 39 و400 والف من هجره النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، ولا يفصلنا عن رمضان الا بضع و60 يوما وليله. نسال الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر المبارك، ونجعلنا فيه من الذين يحسنون صيامه وقيامه فيكتبهم عتقاء من النار، إنه على كل شيء قدير. ونحن اليوم في خواتيم قصة موسى كما جاءت في سورة القصص، هذه السورة التي عشنا معها في زهاء 88 آية، وتجولنا فيها في مواطن كثيرة من قصة موسى عليه السلام. ونحن هنا في الفصل الأخير منها، وهي قصة قارون مع موسى، وهي أقرب ما تكون أيها الكرام لقصة رجل أعمال وقصة تاجر اكتسب من حرام فأنفق في حرام فكانت عليه وبالا هذه الأموال. ولذلك إن الاكتساب وإن أنواع الأموال أربعة أنواع لا خامس لها، الاكتساب والأموال أربعة أنواع، إما أن يكتسب من حلال فينفق في حلال وهذا أعلاها وأطهرها وأحبها إلى الباري عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود وغيره: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فأخذ من حلال وأنفق في حلال فهذا أعلاها وأحبها وأطهرها، وأخذ من حرام وأنفق في حرام فهذا أدناها وأخسها وأخبثها، عافانا الله وإياكم. وأخذ من حلال فأنفق في حرام فكفر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، النعم تعد لكنها لا تحصى، فإذا أعطاك الله المال من حلال فعليك أن تنفقه في الحلال وليس في الحرام، فلا تنفقه في شرب الدخان أو في شرب المسكرات أو في الاتجار بالربا، أو أن تعلم طفلك أن يدخن ثم غدا تلوم نفسك وتقول إن الولد دخل في المخدرات. ولذلك الأبناء أيها الكرام الفضلاء الله عز وجل ذكرهم في القرآن، فذكرهم تارة بالزينة، فقال في الآية 45 من سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وذكرهم تارة في أواخر الشورى وابتدأ بالإناث فجعلهم هبة، الله خالق كل شيء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، هذه قسمة رباعية في الذرية والولد، إما أن يكون إنجابك كله ذكورا أو إناثا أو يجمع بينهما أو يجعلك عقيما لحكمة بالغة يعلمها ربنا تبارك وتعالى، حكمة بالغة فما تغني النذر. والله تبارك وتعالى لما تكلم في الذرية أيضا بشرك بأنك إن أحسنت التربية فإنهم سيلحقون بك في جنات النعيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتقناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وفي قراءة 27: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتقناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. بل إن الله عز وجل تبارك وتعالى قد أمرك أن تحسن تربية الأبناء، فقال تبارك وتعالى في سورة التحريم مناديا للمؤمنين، لأنه لا يفقه هذا إلا من كان في قلبه الإيمان، قال: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال قتادة والسدي وعكرمة وغير واحد كما نقل الطبري والقرطبي والسمرقندي وغير مفسر، قال: أي علموهم وأدبوهم.
وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وكما عند أهل السنن قال: من رزق بثلاث من البنات، وفي رواية: من ابتلي بهذه البنات. لماذا؟ لأن العرب كانت تئد البنات والعياذ بالله، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يزرون. ثم قال في الزخرف: وإذا بشر أحد بضر الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم قال: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. فقال: إذ من ابتلي بهذه البنات، في رواية أربع وفي رواية ثلاث، فأحسن أدبهن وتربيتهن كن له سترا وحجابا من النار. في السلسلة الصحيحة عند ابن حبان أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام بطفل فقالت: أدعو له يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد دفنت قبله ثلاثة. قال: أدفنت ثلاثة؟ قالت: نعم. قال: لقد احتضرت بحضار شديد من النار. الله أكبر، يعني تحصنت بحصن شديد من النار. وعند ابن ماجه وغيره: إن الله يرفع درجة عبد في الجنة فيقول: أي ربي بما هذا؟ قال: بدعاء ولدك لك. لا تنسوا الدعاء للآباء. لكن هذا لمن؟ هذا لحديث رواه مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، وولد، ولد إيش؟ صالح يدعو له. قيل: المقصود بولد يشمل الذكر والأنثى. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالمقصود بالولد هنا الذكر والأنثى كليهما، وليس المقصود به الذكر دون الإناث. ولذلك كان السلف يعلمون أولادهم، يربون أبناءهم، ليس أن تعطيه دخان أو تقول روح اشتري الدخان وبعدين تقول الولد بدأ أنه صار مدمن وصار كذا. إن أحسنت التربية وقدر الله على ابنك شيء تعذر عند ربك وتقول: يا رب أديت اللي إيش؟ أديت اللي علي. لكن ما تكون أنت مفرط والولد يذهب إلى تلك المجاهيل البعيدة، إذن ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعند أهل السنن: إن الله سائل كل عبد عما استرعاه رعية حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وعند الإمام طبراني والحاكم من حديث أنس حسنه بعض أهل العلم قال: سبع تجري للعبد في قبره بعد موته. اسمع هذه، الله يرضى عليك، سبعة أعمال أجورها مستمرة حتى وأنت في قبرك. قال: نهرا أجراه، أو بئرا حفره، أو نخلا غرسه، أو مصحفا ورثه، أو علما ينتفع به، أو مسجدا بناه، أو ولدا صالحا يدعو له. هذه هي. لقد كان بعض السلف يصلي الليل ويقول: لأجلك يا بني، يعني لأجل صلاحك. الإمام البخاري جاء في ترجمته أنه فقد بصره صغيرا، فقامت أمه الليل تدعو له وتمسع على عينيه، قال: فما بزغ الفجر حتى رد الله بصره إليه. مش تبعت ابنك يجيب لك دخان وتقول له: خليني نجرب أنه يدخن. انتبهوا لمثل هذا أيها الكرام الفضلاء. إذن هذه أربعة أنواع للمال: من حلال في حلال، من حلال في وهذا أعلاها، من حرام في حرام وهذا أخسها وأخبثها وأدناها، ومن حلال في حرام وهذا كفر نعمة الباري عليه، ومن حرام في حلال فإن الله لا يقبله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا قارون ممنوع من الصرف لعلة العالمية والعجمة، اسم أعجمي واسم علم في نفس الوقت، فيمنع من الصرف يعني يمنع من التنوين، يعني ما يقول قارون قارون قارونا، لا، قارون قارون قاروني بس. وإذا جر قال الناظم: وجر بالفتح ما لم ينصرف ما لم يكن أفا أو الردف، هذا معنى ممنوع من الصرف، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالفتحة أيضا نيابة عن الكسرة. طيب،
قارون هذا وش كانت وظيفته؟ أولا قارون من رهط موسى، من قرابة موسى عليه السلام، وكان حاقدا على موسى، حاسدا عليه أن آتاه الله النبوة والقبول في قومه. وهكذا الناس والعياذ بالله، دب إليكم دار أمي قبلكم الحقد والبغضاء، لا أقول الحلقة التي تحلق الشعر ولكنها الحلقة التي تحلق الدين، ولكنها الحلقة التي تحلق الدين. كل واحد يحسد الثاني، يا أخي ما خلى جسد من حسد، لكن اترك هذا. قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الإسلام أفضل، قال كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا صدوق اللسان عرفنا، إيش مخموم القلب؟ قال ستة صفات، كل تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. وما معنى كلمة مخموم؟ في بعض بلاد العربية يقول لك خم البيت. يعني خم البيت؟ يعني ايش خم البيت؟ نظف البيت. فمخموم القلب يعني قلبه ايش؟ قلبه نظيف. لكن لابد من ستة صفات، ان تكون تقيا نقيا لا إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد. قارون كان حاسدا حاقدا، وكان يعمل ترابيا، يعني اندر تيكرز، كان يدفن ايش؟ يدفن الموتى. تعرفون في مصر القديمة كان إذا مات الميت دفنوه كل شيء معاه، يحطون الذهب معاه، الأسرار، الملابس، الأموال. فكان هو يدخل المقبرة ويقوم يفتش فين في القبور، ويأخذ الذهب ويأخذ إيش الأوراق. فوجد في بعض الأوراق كيفية صناعة الذهب، كيفية صناعة المصاغ والمجوهرات، فمن هذه أصبح غنيا ثريا. عرفتم السر أنه غني من وين؟ هذا. وهذا طبعا من الإسرائيليات التي يجوز نشرها وبثها، وليس فيها حديث مرفوع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه، توقع هذه المفاتيح لا تنوء بالعصبة، العصبة الجماعة الأشداء من الناس ما يقدرون يشيلون إيش المفاتيح، فما ظنك بالخزائن التي تفتح بهذه المفاتيح. لكن المال جاء من فين؟ من أين أتى؟ من حرام. حيروح دحين في حرام، حنانيك وهدوءا كيف كول، دحين تجيب وين راح المال؟ ما إن مفاتيح لا تنوء بالعصبة إلى القوة. في ناس طيبين في المجتمع، كل مجتمع في ناس خير، ما نزكيكم على الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خذ الحديث هذا، رواه المنذر في الترغيب والترهيب، والله يا أخوان حديث عجيب غريب هذا الحديث، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذا الحديث. هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتشرت الفاحشة في الناس، انتشر المنكرات عافانا الله وإياكم، فمن شهدها أو قال إذا فعلت الفاحشة في الناس، فمن شهدها يعني حضرها أو سمع بها فأنكرها كان كمن غاب عنها، ومن لم يشهدها ما حضرها فرضيها كان كمن شهدها. الله يعافينا وإياكم. فقالوا له لا تفرح. طب الفرح ممنوع؟ لا، هنا المقصود الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر والكبر والرياء، هذا المنهي عنه. أما الفرح المباح لا شيء فيه والحمد لله. إن الله لا يحب الفرحين، ما يحب الأشرين البطرين المغرورين مثلك. وأعطوه خمس نصايح: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، المال هذا طلع زكاته أحسن فيه للناس، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ما تفسد بالمال الذي ربنا أعطاك إياه. فماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هم ثلاثة قالوا أنا في القرآن، فمنهم من أغرقه الله، ومنهم من لعنه إلى يوم القيامة، ومنهم من خسف به الأرض، فرعون وإبليس وقارون. طيب بعض الناس يقول لك أنا وأعوذ بالله من أنا، هذه ليست لها أصل في الدين. لا، قل أنا عادي ما في مشكلة. والدليل قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من عاد منكم اليوم مريضا، قال أبو بكر أنا، من تبع منكم اليوم الجنازة، قال أبو بكر أنا،
من تصدق على مسكين قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه أحمد وهو حديث صحيح إن شاء الله. إذن ما في مانع، لكن لما تأتي تطرق الباب تدق الباب مين؟ أنا. لا هنا ممنوعة هذه. في الصحيح أن رجل طرق الباب فقال أنا، قال النبي أنا أنا كأنه كرهها. لعرف نفسك وتعرف نفسك باسم يعرفه أهل البيت، مو تقول لهم معاكم أبو عبد الله. مين أبو عبد الله؟ مين يقول لك أبو وداعة؟ أبو وداعة هذا من طلاب سعيد بن المسيب، من طلابه الخواص، ماتت زوجه فتأخر عن درس سعيد بن المسيب يومين ثلاث، افتقدوا سعيد بن المسيب فسأل عنه، قال والله زوجته ماتت. راح قال طيب، راح البيت وطرق عليه الباب. الأستاذ يروح لمين؟ للتلميذ. فطرق الباب فقال من؟ قال سعيد. قال والله ظننت كل سعيد في المدينة إلا ابن المسيب، ده 20 سنة بطعش من المسجد، 20 سنة لم يرى قفا مصلي، يعني من الصف من الصف إيش؟ من الصف الأول. قال فلما فتحت وجدت خلفه ظل في نفس طوله، فإذا هي ابنته فدفعها إلي وقال زوجتك الليلة، وأغلق الباب ومشي. فخرج إلى طلع الصفح فوق وقال واسو أتى الحقوني الحقوني. إيش بقال؟ سعيد جاب لي بنته يزوجني إياها. فأمه قالت له عمركم شفت هذا الشيء الجميل؟ لا، في بعض الناس زوج ابنته قبل أسبوعين بالمصحف جزاه الله خير، بس واحد زوج بنته بريال، فكان كل ما سوال أقول لها يا بتاعت البيبسي يا علبة البيبسي، فزعلت منه وراحت لأبوها فأعطاها رضوى 100,000 ريال، قال لها يا مصنع البيبسي يا مصنع البيبسي. إذا زعل معها بقى يقول لها إيش يا مصنع البيبسي؟ الأول كان يقول لها يا علبة البيبسي. لا، في المجتمع فيه خير كثير لأنه ذكي معه. أحتاج وذكر فإن الذكرى تنفع. أمه قالت له وجهي من وجهك حرام حتى أصلحها لك ثلاثا، أخذتها ورتبتها بما ترتب به العروس إلى زوجها وأدخلتها عليه، فعاش معها بخير حال. في يوم قال لها طالع وين؟ رايح لدفت أبوك. قالت له اجلس فإن علم أبي عندي، إن علم أبي عندي. هذا تربية البنات اللي نبغاها يا أخوانا، هذه نريدها تقية رضية تأخذ بأبيها إلى الجنة، وتأخذ بزوجها إن رضي إن نظر إليها سرته، وإن دعاها أجابته، وإن أمرها أطاعته. قال عليه الصلاة والسلام إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها قيل لها دخولي من أبواب الجنة الثمانية شئت. أي ما بتقول تدخل من تدخل من اللي تختارينه، هذا الذي نحن نحتاج عطان الله إليكم. فإذا بقارون هذا مفسد مسوي بلاوي وقروشة كده في المنطقة، وكل مرة يطلع لهم كده بلبس جديد، لبس كده آخر موديل، يعني هذاك البشوت الغالية وديك كذا، ويطلع كده يسوي عرض أزياء. طبعا في ناس نفوسها ضعيفة قال هذول اللي عايشين الله، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، إيش هذا؟ يعني ما يكون أنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، إيش هذا؟ يقول لك مجموعة من الشباب كانوا جالسين سبحان الله يفطرون، وعد عليهم رجل معه سيارة آخر موديل مرسيدس عجيبة غريبة لبيبة تصدر أصواتا وتسير وحدها. فجاء أول ما رأوه معه السائق قال هذا اللي عايشين، فرد دق ريوس ورجع لهم قال من القائل؟ قالوا لا ما في حد ولا واحد مننا. قال ترى قول والله لا أريد به شرا، من القائل؟ قال لنا القائل. قال طب إيش رأيك أنت عندك أولاد؟ قال أبشرك بنتين وولدين. هل تعاني من الأمراض؟ قال لا الحمد لله. قال طيب الذي أمامك هو ما عنده ذرية وعنده التهاب كبدي وبائي وعنده أوبن كاردي أوبريشن عملية قلب مفتوح وعنده السكر وعنده الضغط، إيش رأيك تأخذ البيعة تدين البيعة كلها؟ قال لا 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 اللي عندي عندك. ولذلك الإنسان ينبغي أن يرضى، أعظم عبادة بعد التوحيد هي إيش؟ هي الرضا. اللهم إني راض عنك فرض عني،
رضي الله عنه ما رضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ارضى. ولذلك النبي يقول عليه الصلاة والسلام في أمور الآخرة انظر من هو أفضل منك، اللي يبكر للمسجد، اللي يختم كل 3 أيام، اللي يصوم 2 وخميس، اللي يجيب عمالك، اللي يصل الأرحام، اللي يتصدق. وفي أمور الدنيا فانظر لمن هو أدنى منك لتعلم نعمة الله عليك. وفي الأولى تنظر لمن هو أعلى منك عبادة وصلاحا لتعلم مدى تقصيرك في جنب الله تبارك وتعالى. مرت الأيام وفي إحدى المرات هو طالع كده في أبهته، فأرسل الله للأرض أمرا أن انخسفي بقارون وبأمواله وبكل ما يملك الآن. وقيل لعل هو بحيرة قارون الآن اللي في الفيوم، هذا قلنا ليس عليه أثر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نذكر ذلك استئناسا، ما يهمنا أين خسف به، لكن هذه آية الله عز وجل، فخسفنا به وبداره الأرض، يعني لم يبق له ولا أثر ربنا تبارك وتعالى، حتى لا يفتتن الناس به يوما من إيش؟ يوم من الدهر ويوم من الأيام. قال الذين يريدون الله وكأن قال لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وفي رواية لخسف بنا وكأنه لا يفلح الظالمون. اوعى لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه الى الندم تنام في العين باريه، والمظلوم يدعو عليك وعين الله لم تنم. واعظم الظلم هو الشرك بالله، ثم بعد ذلك ياتي ظلم الوالدين وظلم الناس واكل اموالهم والاذيه، والظلم عبر تويتر وفيسبوك بارسال الاشاعات والارجاف واذيه عباد الله، كل هذا من الظلم. الغيبه والنميمه، الوقوع في اعراض الناس، هذا كله من الظلم. قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح: اتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: كلا، المفلس الذي ياتي يوم القيامه له حسنات عظيمه كالجبال، وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا، فيحدث المقاصة فيؤخذ من حسناته إلى حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقدم عليه أخذ من سيئاته، ثم طرحت على سيئاته ثم طرح في النار. وقفتان أخيرتان: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اجعلها منهج حياة لك. عمر بن عبد العزيز ابن بائعة ابن حفيد بنت بائعة اللبن، انظر كيف التربية تكون سبحان الله. فلما عفت عن غش الناس يسر الله لها حفيدا لم يغش أحدا حتى لقي الله تبارك وتعالى. ولما دخلت عليه فاطمة بنت عبد الملك ابنة عمه عبد الملك بن مروان، هو اسمه عمر بن عبد العزيز بن مروان، عبد الملك وعبد العزيز ولد عم، وكان يتمناها، يقول: تمنيت في دنياي أن ألي المدينة واليا، فحصل بقيت أمير على المدينة، ثم تمنيت الزواج من فاطمة فتزوجتها، ثم تمنيت الخلافة وإن لي همة تواقة، وليس بعد الخلافة إلا الجنة، أنا الآن أريد الجنة، إيش بعد؟ خلاص بعد بقيت أمير المؤمنين. فلما دخلت عليه في مرض موت قال: إني أرى أناسا وأرى كائنات ليست من الإنس، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، الناس من حولك وقيل من راق وظن أنه الفو ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرني، شوف الميت اللي أنت ما تشوفه. فخرجت من عنده فأخذ يردد سورة القصص، فلما وصل عند قول ربنا عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، خفض الصوت وخفت الصوت وهي من خلف الباب المجاف المغلق، ففتحت الباب وجدته قد أفضى الروح إلى باريها رحمه الله رحمة الله. واعلم أن الدنيا مهما أعطت فمتاعها زائل، يقوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. قال رب عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء في الدنيا من ألفاظ العموم، كل إلى شيء إضافتها إليها، كل شيء، كل ما دار في خيالك وكل ما تملك في الدنيا هالك منتهي إلا وجهه تبارك وتعالى. إثبات وجه الله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، وتبقى في النهاية وإليه ترجعون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، معاد من أسماء مكة كما قال بعض أهل العلم، فكما أن الله عز وجل وعد نبيه أن يرجع لمكة فاتحا بعدما خرج منها يترقب خائفا عليه الصلاة والسلام. وعجيب تقول: إيش علاقة الآية هذه في سورة القصص؟ لكي تعلم لما خرج منها خائفا يترقب موسى رجع إليها وملكها، فلما خرج النبي منها خائفا عليه الصلاة والسلام رجع إليها مكة وإيش وفتحها. وبذلك
ننتهي من سورة القصص وما فيها من الفوائد والعبر والعظات، ونسأل الله فاطر الأرض والسماوات أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.